الظهر بيبقى فيه الريش، فانا هعمل هنا ريش ضاني. والريش الضاني اللي هعملها هتبلها، هستعمل لها كركم وبابريكا، واعمل خلطه بهارات، كمون على كزبره على قرفة على قرنفل على حبهان، بخلطهم مع بعض، بس البابريكا والكركم بيكونوا حجمهم اكتر شويه. وبعدين هستعمل معاهم ملح وفلفل، بصل وتوم وطماطم، دي هعملها صلصه. نبتدي الاول بتتبيله الريش، حط نوت البابريكا والكركم وخلطه البهارات اللي هي قرفه وقرنفل وحبهان، حسب انتوا بتحبوا ايه اكتر من ايه، تزودوا اللي انتوا حابينه اكتر، وعليها كمون بسيط وكزبره. بحط على الريش نفسها شويه من عصير الليمون عشان ابلها، وبحط شويه من عصير الليمون هنا، وكمان شويه من زيت الزيتون، على اساس لما اجي احطها هنا في التتبيله تبقى مبلوله، اقدر الزق شويه من البهارات ديت في الريش. اخد الريش واحمرها شويه، بس نحط شويه من الخلطه ديت عليها، شويه بهارات صغيره عليها، مش هكترها، واخلي بقيه البهارات استعملها بعدها. يعني اخد شويه كده اهو بس، يا دوبك عليها عليها الناحيه دي، واقلبها واعملها برضو نفس الشيء الناحيه الثانيه. تبقى عندي الريش هوت متبهره، وبقيه البهارات دي هستعملها مش هرميها. بجيب القلايه او الطاسه اللي هسوي فيها، احط فيها هنا اهو، وابتدي احمر قطع الريش دي، احطها هنا اهو. عايز كله هيبقى في طاسه واحده، هي الظريف في الاكله دي ان بعمل كل حاجه في طاسه واحده. وزي ما قلت هخلي الصلصه ديت هستعملها، فخليها هنا على جنب. بعد ما ابتدي بحمرها شويه، هدي لها لون من ناحيتين. انا مستعمل طاسه كبيره على اساس ان انا هسوي الصلصه معاها، والصلصه هتكون مكوناتها فيها بصل فيها ثوم. بنحط هنا الريش، بتبلها هنا او بدبلها هنا الناحيه دي، وفي بقيه القلايه هحط شويه هنا من البصل مفروم ناعم، شويه من الثوم. ولغايه دلوقتي انا متبلت الجوه بملح وفلفل، هجيب الملح والفلفل، حط شويه على اللحمه نفسها، شويه على البصل نفس الشيء، شويه ملح هنا، اتاكد ان كل واحده اتبلت، شويه بصل. وعندي الزيت مع عصير الليمون، هحطه هنا بحيث ان انا احمر بيه البصل زائد بقيه التتبيله. باخد شويه من بقيه التتبيله ديت، يعني بستعملها على مراحل، احطها هنا اهو. نتبل، ادبل البصل هنا شويه. لو الطاسه عندكم صغيره حمروا اللحمه وبعدين ارفعوها بحيث انها تستوي، وفي مكان اللي انتوا سويتوا فيه اللحمه تبتدوا تسووا البصل والثوم. نقلب الريش اهو، ده هيبقى الفكره نفسها. واثناء ما دي بتستوي هنعمل لها الطبق الجانبي اللي هو ينطبخ معاها، هيكون مكرونه سباجيتي. المكرونه اللي هستعملها هسخنها، او لو جاهز عندي ممكن احطها في الصلصه واسيبها تتسخن في قلب الصلصه، لكن انا عندي هنا ميه سخنه، المكرونه فيها
شويه من الزيت، باخد كميه مناسبه للطبق اللي انا عايزه. شوف انا هغرف لقد ايه هنا اهو، دول بيكونوا كافيين. وبسيب ديت يعني تتسخن شويه او تبقى جاهزه قبل ما اللحمه هنا تستوي. باجي بعد كده وابتدي اعمل بقى الصلصه بالمرقه، احطها هنا اهو كده. البصل اتحمر، هخلط كل دول مع بعض، يعني ابتدي بقى ادخل اللحمه مع كل الخليط ده علشان ابتدي اسويها نفسها. وبحط عليها بقيه عصير الليمون، يعني بقيه عصير الليمون عليها هنا اهو، بقيه خلطه البهارات بحطها عليها هنا، رشها عليها. وبعد كده هحط عليها شويه من صلصه الطماطم، على اساس دي هتبقى الصلصه اللي هحطها مع اللحمه ومع المكرونه. بس اخلي اللحمه تتشرب شويه ويبقى عندي كل ده، وده مهم جدا ان الحراره تفضل عاليه عشان ما تبقاش مسلوقه، انا عايزها محمره، يعني يفضل حاجه بتغلي زي ما احنا شايفينها كده طول الوقت. ولو حسيت انها محتاجه شويه من السائل بزود شويه صغيرين هنا من المرقه، شويه مرقه صغيره هنا اهو. في الحاله ديت هسيبها تتسبك وادوق انا، لو حبيت اضيف شويه من شويه مرقه تانيين عشان دي هتبقى صلصه المكرونه. هسيب دي 5 دقايق على النار، ههدي النار، ممكن اغطيها، وبعد 5 دقايق هتبقى جاهزه، هنحط الطبق مع بعضه. دي فكره من الافكار الاطباق اللي هي في تونس بيعملوها، اسمها مكرونه علوش. ما اعرفش اذا كان واحد عالي بيدلعوا له علوش، بس هي فكره المكرونه بتتعمل بالطريقه دي. الطماطم بتبقى مضروبه ما بتبقاش قطع، انا افضل ان انا استعملها قطع. يبقى دلوقتي اما بسيب اللحمه تستوي تاخد حوالي 5 6 دقايق، طبعا حسب سماكه اللحمه وغليظه قد ايه. ولو عندي طماطم، انا قلت بستعمل الطماطم اللي هي القطع، فبهرسها على اساس تبقى دي الصلصه اللي هستعملها. وبعدين بطلع اللحمه هنا اهوت قبل ما بقدمها. يبقى الصلصه دلوقتي خدت طعم المنكهات اللي انا حطيتها فيها، خدت طعم الصلصه، خدت طعم اللحمه، فكل حاجه دلوقتي عندي هنا في الصلصه، بقى السر هنا في قلب الصلصه. فعشان كده هستعملها هي، وكان عندي كركم وعندي بابريكا، فدي بقت الصلصه اللي جايه جاهزه. وبسخن المكرونه، قلت اسخن الاسباجيتي، اطلعها هنا اهو، اتخلص من الميه الزياده اللي فيها واحطها على الصلصه. يبقى انا عندي دلوقتي هنا اهوت الخلطه، يعني ديت المكرونه هتاخد طعم اللحمه الضاني، نقلبها هنا اهو، هتاخد طعم اللحمه الضاني هنا اهوت مع العصاره اللي نزلت من اللحمه. نحط كل ده بالطريقه دي، وممكن ارجع الريش تاني هنا، او احط المكرونه وبعدين احط الريش فوقيها على اساس تزين بيها. فهي المكرونه معموله بالريش الضاني، فممكن اعتبرها هي بالريش. احط هنا، نجيب طبق التقديم قبل ما اقدمها، شويه صغيرين هنا اهوت من الفلفل الاسود، شويه صغيره هنا من الملح، وابتدي نغرف المكرونه، اتاكد ان فيها صلصه. طيب اهو، يبقى ديت حاجه جديده لو ما جربتوهاش تستاهل التجربه، بقطعيه من قطعيات اللحمه اللي هي عملتها بالريش الضاني. نسبه الدهن فيها مش كتيره،
كده اهو، وبعد كده ابتدي ارص الريش عليها، او كنت ممكن ادخلها جوه، احط كام ريشه هنا اهو، نحط واحده كده اهو، واحده كمان هنا. ودي فكره المكرونه بالريش الضاني، او الريش الضاني بالمكرونه.